زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. وظيفتنا التالية هي لاعبة المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو إكرام الظهري. أكيد سمعتوا البوليميك اللي حصلت مؤخرا حول إكرام الظهري، وخصوصا إدخال مواد، يمكن تصريحات إكرام إذاعة جوهر على ما أعتقد، إدخال مواد محظورة من قبل، أو مواد خمرية خلينا نقوله ماهيش محظورة، هي من قبل رئيس أو المدرب نتاعها. معنا إكرام الظهري باش نشوفوا شنو آخر تطورات الموضوع هذا. إكرام أهلا بك. عسلامة ومرحبا بكم. به إكرام، قبل ما نحكي وشنو شنو جديد في الموضوع، خلي العباد اللي ما عندهاش تفاصيل بالموضوع تفهم شنو أصلا الإشكال بالضبط اللي كان بينك وبين الجامعة التونسية. هي نحن تقسينا ثلاثة من الناس، أنا وزملائي أماني العيوني وهادي نفاتي، وبدأت المشكلة معناها من أماني العيوني اللي تم معناها طردها في السيانس انترينمون، وبعدها بدأت المشكلة بشوي بشوي، واتضح اللي نحن تم إقصاءنا ثلاثة لسبب اللي هو التهريب هذا المساعد المدرب اللي هو معناها عمل قام بالعملية هذه وعطانا هو معناها المواد هذه كله، ونحن دفعنا الضريبة وكهو. باه اليوم ونوصل الموضوع معنا. اليوم حكايتنا طولت ما صار حد شيء لحد الآن. رئيس الجامعة معناها ما عمل حد شيء، ما خذاش قرارات اللازمة والصحيحة اللي لازم تتخذ، وما ديناه نحن عطيناه البروف الكل وحكينا له ووصلنا معناها صوتنا وقلنا له رو هكا وهكا وهكا، وحكينا زي ديجا في مش حتى كان في جوهر اف ام، في قناة تونسنا وفي شمس اف ام، وما خذيش حتى قرارات، بالعكس وقرارات اللي خذيهم فينا نحنا، معناها فينا نحنا اللي زاتليت في اماني وانا وهادي طوى مازلنا ما رجعناش نترانيو. اليوم شنو ما اماني تعاقبت عام كامل، ماهيش معناها تعاقبت عام كامل ما تترانيش. تعديت على الكونسي ولا كيفاش؟ هما ما انا ممكن مانيش ملمه بالحكايه هذه، يمكن اماني اكثر. هما كجلسه استماع بعد ولات مجلس تاديب وتعرض والقرار اللي هي ما معناها عام كامل ما تتدربش في المنتخب. وسبب شنو هو بالضبط؟ أماني بالضبط مشكلتها صارت معناها مشكلة مع الانترينر نتاع معناها الأول اللي هو الروسي، والسبب المشكلة هو بالذات اللي نحن تكلمنا على الحكاية هذه، واللي هو معناها المساعد المدرب هو اللي خلى المشكلة توصل هكيكة معناها بالتحريض وبالكلام معناها يوصل الحاجات الخايبة للمدرب الروسي. السبب هما تصريحات معناها؟ سببها هي التصريحات. وبالنسبة لك أنت؟ بالنسبة لي أنا قعدت نترينا وأماني وهيدي انقطعوا الأولانيين، أنا قعدت نترينا وكملت نترينا، ما في بالك بالبوليميك اللي صار الكل، وحتى اللي مشيوا معناها اللي مشيوا زملائي اللي لعبوا في الكاليفيكاسيون اللي صارت، اللي مشيوا حتى اللي مشيت لي في بلاستي ما حلفاش الحظ وما ترشحتش، واللي جدا مشيت في بلاست أماني كيف محاذ ما ترشحتش، وما كهو معناها واحد ما صار شيء طبعا لحد الآن. انت عايش ما مشيتش، كنت مشيت تيكيو هكا ولا كيفاش بالضبط؟ لا نحنا كانت تصير كاليفيكاسيون أولمبيك، ونحنا ثلاثة كنا معناها ثلاثة محطوطين في الليستة بين نهار وليلة، تنحينا ثلاثة على خاطر الكلام اللي قلتوه. السبب الكبير اللي نحن على الكلام اللي قلناه هي حكيتوشي مع الجامعة، حكيتوشي مع المسؤولين عليكم، ما عرفش باش فسروا لكم. هاني قلت لك نحن الجامعة معناها الجامعة ما اخذت حتى قرار لحد الان، اللي اخذت حتى قرار معناها في السيد هذا حتى قرار، اخذت القرارات كان في نحن لي زاتليت، معناها هو ما مازال يراني وما ثم حتى قرار، وللعلم راه نحن عطيناهم الادله الكل، نبروف الكل عندهم، ومعناها ما نحب نعرف انا علاش تو ما خذوش فيه حتى قرار. الديسيزيون اللي خذوه فيك انت معناها منعوك من انك تكون موجوده في البطوله التاهيليه هذه؟ اي نحن ثلاثه مش حتى انا بركه، ثلاثه معناها ثلاثه تو، والريزلتا اللي هو خذوا بطاقه عبور بركه للالعاب الافريقيه، كانت نجم تكون ثلاثه الالعاب الافريقيه ولا الاولمبيه خلينا نفهم للالعاب الاولمبيه ثلاثه.
لو كان كنت موجودة كنت نجم معنا تفك بلاستيك كنت كيفاش نجم نقولوا خاسرونا في بلاستا وفي بلاستين في ثلاثة وإلا صعيب. والله الحاجة هذه ما يعرفها كان معناها ربي، أما أنا يتعرف نعم متفاهمين، أما أنت تكيد تعرف مستواك بقية ليزاتلات معناها. أمش نقول لك زملائي هما اللي مشيوا لعبوا معناها الألعاب الترشحية هذه، هما معناها ما نجموش نلومهم أول حاجة على خاطر ما عطوهمش التحذيرات اللازمة، حطوهم ما بين ليلة ونهار، تبدلت ليستة وتحطت ليستة أخرى ما بين ليلة ونهار. أنا أول ما خرجت وتكلمت تكلمت على حكاية الميزان اللي هي اللي باش تخرج في بلاصتي راه ماهوش ميزان هذاك، والدليل اللي هي خسرت معناها خسارة شوية معناها رزينة شوية الخسارة، ومع وخسرت مع المصرية اللي أنا ربحتها في بطولة العالم في مانشستر، واللي حاجة اللي هي تغيظ أكثرية اللي البلاد المنظمة اللي هي المغرب ما كانوش بشي قايدوا الميزان نتاعي، بعد قايدوه كي معناها عارفوا اللي برشا ما همش بشي يلعبوا كيفي أنا، وكهو ترشحت معناها في ميزاني المصرية والمغربية كهو. حاولتوش تتصلوا بسلطة إشراف بوزارة من أجل حل المشكلة؟ نحن تو ننتظروا، من قعدنا نستناو في التغيير الوزاري الجديد اللي صار، وأمان كبيرة في السيد الوزير الشباب والرياضة الجديد وإن شاء الله يسمعنا. شفتوه هو ولد التايكواندو معناها السيد أحمد قعلول، وهو أي بتبيعة هو معناها كان رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو، وكانت الأمور معناها ماشية وكل شيء، أما إن شاء الله يسمعنا ويعطينا حقنا، ونتمنى إنه يحل الملف هذا بالذات على خاطر الملف هذا بالذات لازم يتحل. كلمتوه أنتم طلبتوه صار اتصال بيناتكم ولا شنو كيفاش؟ توها نحن هانا نستناو معناها في التفقدية زادة وفي التفقدية نتاع الوزارة، ونورمالمون نستناو في الكونتاكت وقتاش باش نقابلوه باش نوروه البروف، وإن شاء الله يسمعنا ويخذلنا حقنا والحاجة نحن حقنا والحاجة. واضح. بين خليك كان عندك إضافة تحب زيد حاجة إكرا؟ إضافة صغيرة بركة، اللي نحن أنا باسمي وباسم أماني العيوني هادي النفاتي عمرنا ما تكلمنا باش نشوهوا رياضة التايكواندو، وإلا قلنا الكلام اللي في وسائل الإعلام، وإلا حكينا في وسائل الإعلام باش نوريو رواحنا معناها كومكواني نحن نحبوا نخرجوا الكومبيتيسيون هذه لا، ومعناها خاطر قالوا ما لقيناش رواحنا في السيغ تابي ولينا نحكيو في الإعلام، لا بالعكس نحن الإعلام مشينا له وحكينا فيه باش تتعرف حكايتنا ويفهمونا العباد، ما جيناش باش نشوهوا صورة التايكواندو وإلا باش نشوهوا زادة حتى من صورة الجامعة، أما فما عباد اللي هي تحب تردها هذه الحاجات هذه خاطر فما انتخابات باش تصير، ما يساعدهاش أصل الدوسي هذا يتحل ويحكيوا فيه ويحب يلم الموضوع ويسكروه على خاطر الانتخابات باش تصير في أكتوبر، معناه نحن نتظلموا ونسكتوا وما لازمناش نتكلموا في الإعلام على خاطر الانتخابات. واضح. يعطيك الصحة إكرام، شكرا لك، بالتوفيق ليك أكيد، حتى لو كان باش تغيب على الأولمبياد هذي أكيد مازال العمر قدامك وتكون موجودة إن شاء الله في تظاهرات رياضية قادمة، إن شاء الله سلطة الإشراف تدخل الحل لهذا الإشكال، وخسرنا أكيد ثلاثة أماكن خلينا نقولوا علاش لا كنا نجموا نكونوا موجودين في أولمبياد طوكيو القادم. مازلنا مواصلين.